أبواب التغيير اتفتحت، ولا يمكن أبدا حد هيقدر يعيد الشعب المصري إلى عصر مبارك. حاجة تانية، إن إحنا بنعمل تحالف شعبي قوي جدا بالاستمارة بتاعت حاكمهم. إحنا هنعمل استمارة ونوزعها بطريقة التواصل الاجتماعي وفي الشوارع كما فعل من قبل تمرد، يعني في ناس كتيرة جدا عايزة تعبر عن رأيها، فإحنا بنتكلم على إن كل الناس الغاضبة مما حدث هذا اليوم الحزين في تاريخ مصر فليوقع على هذه الاستمارة. مشروع العدالة الانتقالية، نحن لدينا مشروع جاهز، احنا بنقول في خلال اسبوع ان شاء الله هنتقدم به الى السلطة التشريعية اللي شكلتها الحكومة عشان تفعيل هذا القانون. اللي بيتكلم على ان القانون لم يجهز بعد، انا بأعلن ان في قانون معمول من قبل المجلس القومي لحقوق الانسان وناصر امين موجود جاهز، هنعرضه على التيار الديمقراطي لاقراره، اذا اقر سنقدمه للسلطة التشريعية.